يلا يلا بنية، خلصتي ولا بعدش؟ يلا جاية، ما جاية، لحظة جاية. وحدي أنا مستكاودة أسير ذا العرس. أعرف إيش حلمه مستكاودة، وأنا مستكاودة أكثر عنش. سمعيني عاد زين، لا تقومي تخربي عرس بنت خالوتش كما خربتي عيد ميلاد بنت خالوتش. يا الله ما، لا لا، هذا ترى عرس وما اتوقع انهم بيكونوا مسوين شيء يعني ما زين. شيء ما زين اللي انت تشوفيه ولا اللي هم يشوفوه؟ قايمة تقول كلام ما اعرف كيف. كيف يعني؟ يعني مثقفة صايرة ما شاء الله. مو يعني مثقفة، يعني هالكلام اول مرة كذا يعني تقولي، ما سهل ذا الكلام يعني. ها والله. زين اسألي السؤال، يعني انا اصلح اسوي محاضرات؟ ما خلي عنش عاد، خلي عنش، خلي نصير العرس. زين البيت قريب، لو كان البيت بعيد بنحايل ابوي اسبوع كامل بس عشان يشيلنا العرس. الله رحمنا، الحمد لله. اي والله الحمد لله. خلي حبيبتي خلي. اقول ما هالايام ما حد يسوي محاضرات في الحاره. ما لاقيين احد يمكن، ومره يقولون يجيبوا شيخه بنت سويد تسوي محاضره. تو انا باغي اعرف من بو يجيبهن. انا مو دراني حبيبتي، يلا خل خط فيه. يلا يا دلال تاخرنا. أبوي سلامش وصل قبل كلامش؟ خالتي أنا باغت لش الخير. سمعيني دلالو، يا طلعي من هذا المكان أو إنش تنطمي وتسكتي. تو مالش معصب الله يهداش خالتي، تراكم مسوينا واجد لا حد يسمع ولا يعقل، وإحنا عاقبنك ذاك. الكلمة اللي أقولها ما أعيدها مرة ثانية. سامحيني عزيزة أختي، ما علي، ترى هذه بلية مبونها، بلية جلسة البيت مسوية واجد. أنا ما جلسة، أنا عندي رسالة باي أوصلها. رسالة؟ أي رسالة؟ إن شاء الله عاد دلول. الحرام حرام، أنتم ما تفكروا بعد هالحياة شي موت؟ ما تفكروا بعذاب القبر وعذاب النار وبأس المصير وبعدكم تسويوا الحرام؟ اي حرام هذا اللي تتكلمي عنه؟ عرس بنتي وفرحانين، وبعدين حيانا كلهم قالوا اذا تجيبوا اغاني وفيها موسيقى ما نجي، واحنا جبنا اغاني وفيها الا طبل. والطبل حرام؟ لا والله، من وين جبتي عاد هذه الفتاوي؟ ها، حد يقول الطبل حلال وحد يقول الطبل حرام. هذاك الدف حلال ما الطبل. سيما اختم قزح. سمعيني دلالو زين، تراني صبرت عليه شوي، واذا اسيها مره ثانيه ترى ما تلومي الا نفسك. ايش هذا؟ ليش تبيني تخرب علينا؟ ما علي يا اختي عزيزه، ما يخالف السموحه، بس هي فوق. يلا الله يخليك، ما علي، سامحيني، هاي نقول هيك ذاك دائما تلاك تسوي. ما علي ما علي. زين توك ذاك زين، خربتي على الاوادم العرس. ما اقول عندك انت مبونش كذاك، خطفي. صارها بنت شتو مسكينة، بعدها مريضة؟ ما أقول لش يا أختي، بعدها مثل ما هي، لا خلينا مستشفى ولا خلينا مركز صحي ما ودناها، وبعدها مثل ما هي ليل نهار تصيح. انزعنا مش ما تشليها عند دلال بنت سلام، يقولوا بنت متعلمة وزينة.
مو قلتي دلال هذه ما تعرف شيء وش دراها؟ مسكينة البنية ما مقصرة، كل اللي ولده بغى يقروا عليه شلوه عندها وشكروا عليها. هذه دلال بنت أختي ما تعرف شيء، بعد ايش قولي شيخة بنت سويد كان ممكن؟ آه عني دلال يقولوا كم واحد راحوا عندها وقرت عليهم والحمد لله صحوا. والله بعدها زين نفعتنا، يوم ما عندها شغل قامت شغل عمرها بشيء، لكن أنا ما خسرانة شيء، أشلها عندها وأقرب. والله أنتي وحظش، أنا نصحتش وأنتي حرة عاد. أقول سمعا، يوم الاثنين سمعت إن شيء محاضرة. محاضرة؟ عن هيش؟ أوين يقول المحاضرة الجاية عن طاعة الأزواج. وبعدنا ما طايعينهم، هم يدوروا ونحن ياسين نربي الصغيرين ونشتغل. ها والله في هذه ما عش حق صدقتي. نعم مو صدقتي صدقتي، والله ما حد قال ليش سنة حملي وسنة ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، هو عليش كهلا رزق من رب العالمين. حاسدة ذي حاسدة. الله أكبر عليك. لكن أسألك سؤالتو، المحاضرة الجاية من هيسويها؟ والله يا حبيبتي ما أعرف، أنا سمعت إنهم شيء محاضرة جاية زين وجيت وخبرتك. عندن براي كان بيات سيران ولا بيات قسل؟ أنا من رأيي أقوم أسير أشوف بنتي، من البارحة حيدها محمومة، خاطر كان شيء؟ الله يشفيها إن شاء الله. أحسنتي ويلا يعطيها العافية إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مو أخبارك؟ الحمد لله بخير. أنت تصيح كل يوم مرة منرقد منها، حط في اسمها. مسكينة وحنانة ما رديتوها المستشفى. أنا جاية عندكم، تقولي لها وديها المستشفى، أنا جابت لها عندها لتقرأ عليها. جالسة تتمازح وامي. امامزح. دلال ما تعرف تقرا على الحبوب، ما تروم تخليني اشوف شغلي. اي شغل الله يجيش، هذه البنية فيها لا بص تمام، انتي مو دراج فيها. والله انا جاي عندكم الله يهديكم، ما تتجملوا فيي وتعالجوها تقريوا عليها. زين نتجمل فيها. هاتي هاتي بحالي هاتيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي في الإسلام، تحية طيبة لكم في هذا اليوم المبارك. قبل أن أبدأ أحدد عن الفائدة على الجميع، يا ريت اللي ما قادرة تسكت أولادها تخرج برا. تفضلوا. وأظن اللي ما قادرة تسكت وما جاية هنا تسمعني نفس الشيء تخرج برا. شكرا. مالهن الحريم خرجن بعيد.